اللهم اجعل هذا اليوم يوم خير ورزق وسعادة، يوم لا يضيق فيه لنا صدر ولا يخيب لنا فيه أمر ولا يرد لنا فيه دعاء. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم أسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك برد العيش بعد الموت. اللهم إني أسألك في هذا اليوم توفيقا في طريقي وراحة في نفسي وتيسيرا لأمري. رب أعوذ بك من شتات الأمر ومس الضر وضيق الصدر. اللهم اهدنا هداية لا نرتد بعدها أبدا، وأسعدنا سعادة لا نشقى بعدها أبدا، وأنزل علينا رحمتك. اللهم ما أخشاه أن يكون صعبا هون، وما أخشاه أن يكون عسيرا يسر، وما أخشاه أن يكون شرا اجعل لي فيه خيرا، ولا تجعلني أخشى سواك. رب إني استودعتك دعية فاض بها قلبي، فاستجبها لي يا كريم. اللهم بشرني بما يفرحني، وأنت خير المبشرين. اللهم إني أستغفرك من كل ذنب يعقب الحسرة ويورث الندامة ويرد الدعاء ويحبس الرزق. رب إن كان هناك ذنب يحول بيني وبين تيسير أموري اغفره لي. اللهم اكتب لي تغييرا للأفضل في نفسي وحالي، وحقق لي ما أتمنى، ولا تجعل لي وجعا ولا عبئا لأحد. اللهم لا تحرمني خيرك بقلة شكري، ولا تخذلني بقلة صبري، ولا تحاسبني بقلة استغفاري، فأنت الكريم الذي وسعت رحمتك كل شيء. اللهم بشرنا بالخير كما بشرت يعقوب بيوسف، وبشرنا بالفرح كما بشرت زكريا بيحيى. اللهم بشرنا بما ننتظره منك وأنت خير المبشرين. اللهم إني أسألك القبول بين الخلق، وأن تسخر لي ملائكتك وجنود أرضك وكل من وليته أمري. يا رب استجب لي ما أعجز عن قوله، أنت أعلم بكل دعوة تحتبس في قلبي، ولا أعرف كيف أرفعها إليك. اللهم إني أسألك عيشة نقية، وميتة سوية، ومردا غير مخز ولا فاضح. يا رب أعطني بقدر نيتي، فإني لا أنوي بأحد إلا خيرا، وارزقني أجمل مما أتمنى، وأكثر مما أتوقع، وأفضل مما أدعو.
يا ربي أخشى أن أموت فجأة دون أن أرتب توبة في قلبي. يا ربي اغفر لي إذا مت وسخر لي من يدعو لي دون ملل، واجعل ما يبقى مني أثرا طيبا يترك ابتسامة. ربي إذا ابتليتني بمعصية لا تبتليني ذنب المجاهرة بها. ربي أينما كان الهدى اجعله طريقي، أينما كان الرضا اجعله رفيقي، أينما كانت السعادة اجعلها في قلبي. ربي اجعلني خيرا مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون. ربي استودعتك أيامي القادمة فاكتب لي فيها كل خير، وادفع عني كل شر وبلاء. ربي بشرني بما يسرني، وكف عني ما يضرني، وثبت يقيني، وارزقني حلالا يكفيني، وأبعد عني كل شيء يؤذيني. اللهم أحينا في الدنيا مؤمنين طائعين، وتوفنا مسلمين تائبين. اللهم ارحم تضرعنا بين يديك، وقومنا إذا اعوججنا، وكلنا ولا تكن علينا. اللهم إنا نسألك يا غفور يا رحمن يا رحيم أن تفتح لأدعيتنا أبواب الإجابة، يا من إذا سأله المضطر أجاب، يا من يقول للشيء كن فيكون. اللهم لا تردنا خائبين، وآتنا أفضل ما يؤتى عبادك الصالحين. اللهم ولا تصرفنا عن بحر جودك خاسرين، ولا ضالين ولا مضلين، واغفر لنا إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين.